لكن الفارق أنهم بدأوا هناك بفرز هذه القمامة من أجل نقل المواد البلاستيكية إلى مصانع الرابطة القومية لاستعادة البلاستيك، وهي مؤسسة جديدة تقوم بإعادة تصنيع هذه المواد البلاستيكية، خصوصا العبوات والأكواب البلاستيكية، مما يضمن توفير 250 طنا من البلاستيك كل عام. قبل 28 عاما وصل إيرول أونران إلى واشنطن وليس في جيبه غير 16 دولارا، واليوم يتجاوز دخله السنوي 150 مليون دولار، والفضل في ذلك يعود إلى محل فيديو افتتحه بالدين، وعمل بأسلوب مختلف عن منافسيه، حيث يخدم الزبائن أو بنفسه باستئجار الشريط مقابل دولار واحد، ثم يتم تسجيل خروج وعودة الأشرطة بواسطة كمبيوتر خاص. ومن أرباح المحل الأول توسعت أعماله حتى بات يملك اليوم 145 محلا للفيديو في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وهذه المحلات تعمل طوال أيام الأسبوع وحتى ساعة متأخرة من الليل، ويحوي كل منها ما يزيد عن 6000 فيلم. وفوق هذا ورغم ثروته الضخمة التي يعجز عن تحديد قيمتها الحقيقية، فلا يزال أونرا حريصا على الاهتمام شخصيا بزبائنه ومتطلباتهم، ويقول أن هذا هو سر نجاحه. يبقى أن نعلم أن تجارة الفيديو تدر على أصحابها أكثر من 7 مليارات دولار سنويا في أمريكا وحدها. المهنة الأكثر رواجا في العالم خلال هذه الحقبة هي العمل المطبخي، هذه الحقيقة. لذلك تشهد مدارس الفن المطبخي إقبالا منقطع النظير، ومن الشباب تحديدا، بل إن بعض الرجال بدأوا يتجهون إلى هذه المدارس لتنوير أعمالهم وهم في منتصف العمر، الأمر الذي لم يكن محذوفا فيما مضى. ورغم أن هذه المدارس تعلم كل أنواع الطهي، فإن المرأة لا يتخرج منها طاهيا ممتازا، وإنما يحتاج كأي مهنة أخرى إلى بعض الممارسة